يا فندم والله ده قشرة الكلية وفصيلة دم واحدة، ده احنا عشنا مع بعض اكتر ما عشت مع حضرتك وفوزية اختي سعد. يا اخي وطي صوتك شوية. تحت امرك يا باشا، بس لو في حاجة الواد عملها قول لي يا باشا وانا اقدمه وده دفعته واعرف اتصرف معاه كويس يا فندم. مفيش حاجة، انا بجمع بس شوية معلومات عنه. ناحية المعلومات يا باشا، انت جيت لقناة المعلومات كلها. الواد بصراحة فندم بسيوني، بسيوني ده بالذات اخلاق وذكاء وابن ناس ومتربي كويس قوي يا فندم. برافو. بس ليه يا باشا سعادتك يعني بتجمع عنه فيه؟ حياة حازم هو مترشح يتنقل عندنا هنا في المخدرات. ده واطي يا فندم. نعم؟ واطي. مين ده؟ الواد ده بالذات أوطى واحد في الدفعة، تصدق؟ لا يا فندم سعادتك. بسيوني؟ وأخلاقه مش كويسة. الله. ولعلمك يا فندم، ولا أنا يا فندم ما أحبش أتكلم على حد وحش. أنت هتقولي؟ سعادتك يعني. طب وفصيلة الدم؟ دم إيه يا باشا؟ ده ما عندوش دم أصلاً. بسيوني؟ آه يا فندم، أنا قطعت الدفعة كلها بسببه سعادتك. أهلاً أهلاً أهلاً. هو فين اشوفه؟ سيادة اللواء عبد السلام باشا شخصيا جاي يزورني. ايه يا بابا؟ اه حبيبي، اول مره زورني في ربنا يبارك ويبارك لي فيك. اهلا يا حبيبي، انا جايب لك مفاجاه كبيره قوي. جايب لك معايا السيد مساعد وزير الداخليه شخصيا، ومعاه بنته جولنار هانم. بس ايه يا بسيوني؟ صاروخ يا ابني، صاروخ. يلا يا ابني. تاني يا بابا، يا بابا قلت لك قبل كده انا ما ينفعش اتجوز واحده ما شفتهاش قبل كده. اسمع يا ولد، دي فرصتك الوحيده عشان تتنقل من الوحله دي. وبعدين يا اخي تعالى سلم على عروستك، كفايه انهم جايين لك لحد عندك. يا فندم ابني الملازم اول بسيوني ليه الشرف انه يجي يسلم على حضرتك. تمام يا فندم. هذا الشبل من ذاك الاسد. اهلا يا وحش، اهلا بسيوني. يا باشا يا ابني روح شوف عروستك. يلا بسيوني. صباح الخير يا بسيوني. صباح الخير. سلام وخورا من ربنا رحيم. ايه ده، شفت عفريت؟ ايه اللي بيحصل ده يا عبد السلام؟ دول اكيد بيلعبوا مع بعض يا فندم. اديني فرصه بس يا بسيوني. يا جماعه استنوا، بعد ما اقول لك انا حاجه تانيه. يا بسيوني واللي بيسمي يا بسيوني بس. اتفضل يا بسيوني يا حبيبي. استنى بس بقول لك انا حاجه. انا اتاخر قوي يا عبد السلام. اكيد يا فندم بيتعرفوا على بعض. العني يا بابا، العني يا بابا. عمل فيا ايه بابا؟ البنت اتنربطت. ابنك عمل في البنت ايه يا عم سلام؟ مش عارف يا فندم، اكيد في سوء تفاهم. سوء تفاهم؟ انا من دلوقتي هتبقى في سوء معامله بعد كده. اشرح لك بس يا فندم، يمكن في اسباب نفسيه. نفسيه ايه؟ بلا نفسيه، بلا كلام فارغ. يلا يا بنت قدامك. يلا يا بابا والنبي اديله فرصه ثانيه. بلا فرصه بلا كلام فارغ. يلا اركب العربيه ولا نشيل التاني. والنبي يا بابا ده جميل وشبه قاضي الستاير يا بابا. يلا يا بنت، يلا انجري قدامي. انت اكيد مش وعيك. ايه اللي انت عملته ده يا ابني؟ ده مساعد وزير الداخليه، عارف يعني ايه؟ والله لو الراجل جاي لوحده كنت شلته على راسي، لكن جايب لي ولاده كلهم اتجوزهم. يا ابني ده دفعتي وانا عارفه كويس، ده راجل عنيف جدا ومش هيسمح لاي حد يكسر قلب بنته. طب بابا انا راضي ذمتك، دي فيها ايه الكسر؟ دي كلها سفنج. انت حر بقى، بس تعمل كل اللي يجري عليك. بابا ده ممكن ينقلك حلايب شلاتين ولا حتى السلوم. ليه يعني يا بابا؟ هو جوازي من الجورنان دي يعني مهمه قوميه؟ بعدين انت قلت لي صاروخ، ودي طلعت قاعده صواريخ. الله، ده بقى يا فندم الرجل المناسب في المكان المناسب. تاريخ مشرف من العمليات الناجحه، اقوى شخصيه في دفعته. بيخدم فين الولد ده؟ في الارياف يا فندم. لما هو كفاءة وجامد كده مش كنا احنا اولى بيه؟ ده من حسن حظنا يا فندم انه بيخدم في منطقه مقطوعه، عشان لما نزرعه في وسط العيال دي وشه ما يبقاش معروف خالص. انت شفت الولد ده؟ ها؟ ويا ريتني ما شفته يا فندم. بصراحه انا اول ما بصيت في وشه خفت، جسمي اشعر لدرجه ان انا فكرت اغيره ليكون اكبر من المهمه. بالعكس، واد زي ده هو المطلوب بالظبط. انت شوقتني اشوفه. يومين اتنين يا فندم واجراءات نقله تتم خالص. انت لسه بتحبني؟ هفضل احبك طول العمر، احبك. اوباش مسك ايديها. نكبس عليهم بقى ونعم يا فندم والنبي. اصبر يا زفت، خليهم يسخنوا على بعض شويه، تيجينا نتفرج. انا مش عارف الحياه من غيرك، كنت هقضيها ازاي؟ ما تخلص يا عم الرومانسي، ما تتعبناش، احنا في صحراء مش في جنينه الاسماك. حنين عليا طول عمرك. لا مؤاخذة يا باشا. اوباش كده سخن قوي، نهجم عليهم بقى يا باشا. يا ابني مفيش تلبس كده، كبيرهم محضر راغي في الطريق العام. انا اليوم ما عرفتك، الدنيا احنا وقتنا. انت فين يا استاذ حازم؟
هل تسمعني؟ حاول حاول الاتصال في وقت آخر. حاول. أنا نجدت يا حيوان. أيوة يا أبي، ده الجهاز بيترعش من الفرحة. حازم، تعرف الواد دفعتك اللي اسمه بسيوني عبد السلام بسيوني اللي بيغدر في الأرياف ده؟ طبعا يا باشا. عاوزك تجيبهولي من تحت قطيع الأرض، ما تدخلش مكتبي إلا وهو في إيدك، تجيبهولي حيا أو ميتا. علم يا سعادة الباشا. يلا يلا. طب والتلبس ده يا باشا؟ يا ابني سيبك منهم، دول عاملين لي فيها تمر وشرين. يا راي يلا. بابا ما اهلا. اتأخرتوا ليه يا ولاد؟ عشان عمو ده لانونا وصار رافي يا حبيبي. انا مالي يا بابا، اذا كانت انهارت ولا دخلت مستشفى ولا انتحرت حتى، ما تنتحر في 60 داهية. ايه عملية تجميل؟ بابا هات لي جراح في مصر ممكن يجازف انه يشتغل فيها. هيشفط ايه ولا ايه؟ احنا لحقنا، ابوها ينتقم. وبعدين ينتقم بقى، احنا ما يهمناش حاجه يا بابا. ثانيه واحده يا بابا. ودني بابا اقفل عشان شكله فعلا هينتقم. بقول لك ايه، حازم بسيوني الله يحرق سنينك. انت فين يا ابني؟ فاكر يا لما كنت بغششك في الامتحانات؟ وكنت بصحى. والله وحشتني بس. والله وانت كمان. طب فاكر يا لما كنا بنفك لك السرج من تحت الحصان وانت بتنط الحواجز؟ رقبتك كانت هتتكسر. بس مش فاكر يا باشا. برضه مش فاكر. انت هتصعبط عليا. بنسى الحاجات ده. والله وحشني. وانت كمان يا بسيوني. قول لي يا حازم بالحق، انت يعني ايه اللي فكرك بيه؟ والله يا باشا انا جاي اقبض على حضرتك. يا سيدي على الهزار واللطافه. جاي اقبض عليك يا بسيوني. جاي تقبض عليا انا؟ بجد يا بسيوني. لو النبي اديني بقى ايدك الشمال. ومين اللي جاب لك الكلبشات دي؟ دي جايبينها لي هديه في عيد ميلادي. الف لا باس. يا حازم بلاش هزارك الغبي ده وفكني. افكك ايه يا باشا؟ ده انت شكلك عامل مصيبه. ولا مصيبه ولا حاجه. كل اللي حصل انا احكي لك ان انا رفضت اتجوز جورنان. عايزين يقولوا حلايب وهتمرمط. يا باشا لا فيها جورنان ولا حلايب، ده موضوع اكبر من اللي انت بتقوله. قال لي هتقول حيا او ميتا. يا عم ولا اكبر ولا حاجه، انت عارف الموضوع ده حله ايه؟ دبله وبوكيه ورد. فكني بقى يا حازم. ورد ايه يا ابني؟ انت اطلع قدام. اتفضل. يا فقر ادوحشني. ابعت لك عيش وحلاوه كل يوم. يا كل يوم ابعت لك عيش وحلاوه. يحيى العز يحيى العز. دامي تمام يا فندم. قبضنا على ضابط بسيوني. الله يخرب بيتك، انت ايه اللي حببته ده؟ انت في ايه في دماغك؟ ربط الكرفس ليه بس يا ابي؟ سعادتك قلت لي عايزه حيا او ميتا، انا جايبه لك يا فندم اهو بدون اي نقطه دم واحده سعادتك. طب هرب من قدامي و... حسابي معاك بعد. امشي. شفت يا عم هو زعل؟ يا ريتني ما وقفتك تجيب ورد. اسف يا باشا. افتح الاساور بتاعت الباشا يا فندم. اطلع بره يا حازم. معلش احنا اسفين على الموقف البايخ ده. لا يا فندم مفيش حاجه، احنا خلاص هنبقى اهل. جورنان اخبارها ايه يا فندم؟ انت هتبتدي على ماذا؟ ما خلاص قلنا احنا اسفين، عاوزك بقى تصحصح معايا تشد حيلك. انا هشد حيلي واصلح غلطتي تماما يا فندم. يعني بس كان ليا رجاء عند حضرتك، بلاش حلايب، انا اساسا تعبان في الارياف. انت باين عليك متعب ولبط، ايه اللي انت شايله؟ دي حاجه بسيطه يا فندم. ان شاء الله الف سلامه على بنت سياده مساعد الوزير. هي عيانة؟ وحضرتك ما تعرفش؟ عندها ايه؟ صرع يا فندم. ايه؟ صرع يا فندم، صرع. ألف سلامة للهارم الصغيرة يا فندم، ربنا يشفيها لسعادتك. مش ده ورد ايه وهاني مين؟ ايه التهريج ده يا نجدة؟ ده حاجة بسيطة يا فندم، ده أنا الود ودي كنت اشتريت جنينة بحالها لبنت سعادتك. مالها بنتي؟ هي مش عيانة يا فندم. مين اللي قال لك كلام الفارغ ده؟ الضابط بسيوني يا فندم. والله ما اعرف يا باشا انك مخلف اساسا. هو لعب عليك يا نجدت، باين عليه لبط فعلا زي ما بيحكوا عنه. شايف ساعتك؟ شايف نظرة الشر اللي في عينيه؟ صقر يا فندم، صقر. خلاص انا متفائل بيه، والوزارة كلها متحمسة له، بيقولوا ان ده هو الشخص المناسب. انا عايز نتائج مبهرة، التزموا السرية التامة. ها جاهزين؟ تمام يا فندم. على بركة الله. حسن هفاجئك. يا ريت تفاجئني يا بسيوني. انت خدت كل المعلومات، وريني بقى هتستعد للمهمة دي ازاي. عيني
انت مرفوض من ثلاث جامعات حكومية بسبب سلوكك السيء. يا راجل انا ما عنديش التسيب اللي موجود في الجامعات الحكومية، انا عندي انضباط، عندي التزام، مستوى تعليمي رفيع. ما عندكش تاسة يا فندم. اخلص، ملعون ابو مجانية التعليم اللي بوظتكم. يا فندم انا كنت عايز اقول لحضرتك. مش ما تقولش اي حاجة، الاولاد بتيجي عندي هنا عشان تتربى وتتعلم. انا فاهم يا فندم. ما انتش فاهم حاجة ابدا، اتفضل يلا على المدرجة. فاهم؟ فاهم يا فندم، وان شاء الله ان شاء الله هكون عند زون حصن حضرتك. ايه بخ طز حضرتك. ايه المدرج منين يا فندم؟ هنا اهو. شكرا. هنتكلم في المحاضرة النهاردة عن خصائص الموارد الاقتصادية. اولا بعد اذنك يا دكتور، انا ما حدش يخش لي المحاضرة متأخر بعدية. اتفضل برا. اذنك يا دكتور. اتفضل برا. اولا الندرة النسبية، وهنتكلم عن الندرة النسبية. زي ما حضراتكم شايفين الندرة النسبية. ايه ده؟ انت يا اخينا انت داخل زريبة لا خيالك. قم فز وانت بتكلمني. اسمك ايه يالا؟ بسيون. نعم بسيون عبد السلام بسيون. ايه حد عنده اعتراض على الاسم؟ انت جيت لنا من انهي مصيبه؟ من ثلاثه يا فندم. نعم يا اخويا. قصدي ثلاث مصايب يا فندم، جامعه القاهره، جامعه اسكندريه، وجامعه جنوب الوادي. ما شاء الله اترفدت من ثلاث جامعات، دي حاجه تشرف والله. واترفدت ليه من ثلاث جامعات؟ والله في جامعه القاهره تقدر تقول ضربت دكتور ضايقني، فجامعه اسكندريه ضربت دكتور سالني اترفدت ليه من جامعه القاهره. كل اللي اقدر اقوله لك انك مش متربي. او ده بقى نفس اللي قاله الدكتور بتاع جامعه جنوب الوادي قبل ما كسر له صف اسنانه التحتاني يا باشا. حسبي الله ونعم الوكيل. انا مايا. دي انجي برنسيس الجامعه، يستحسن تبعد عنها اصلها متشفره. نعم ايوه، والجامعه بتاعتها مع طريق مانشستر، اصل انا فتانه. انيسه انجي لا مؤاخذه هنعطلك عن قرايه المجله. لا ابدا يا دكتور، تحت امرك. احنا كنا بنتكلم في ايه دلوقتي؟ في المحاضره. ما انا عارف الموارد الاقتصادية وعلاقتها بإيه؟ علاقتها بلون الشعر؟ برافو برافو، المحاضرة جاية تيجوا ومعاكوا الصبغة. انت واخداني على فين؟ هعزمك على حاجه في الكافيتيريا. دي بقى المكتبه طبعا ما بندخلهاش خالص. ومين دي؟ دي جميله البنت بتاعت النظافه. ازيك يا جميله؟ دي عامله فيها المترشه. يلا. ايه يا توحة الكلام على ايه؟ يا بطة مش قلنا كل الكلام ده في الهيش وبنلخص في الاخر؟ ولا قشطه صبح تاتا اتنين في تلاتة. ايه رايك في النظام بتاع امبارح؟ وحياة ابوك ما تفكرنيش، دي شقه زباله ونسوانها كلها عايزه الحرق. ليه نوفل قاريني غلط؟ ده انا بحبك يا عم. قاريك غلط ليه؟ انت الماني. سعادتك طلبت امبارح تروح شقه فيها نسوان بلدي. انت هتسامح لي؟ حته زبده. ايه الماسك الجديد اللي داخل علينا ده؟ ما ينفعش، انت ضيفنا النهارده وانا لازم. عيل جديد اسمه بسيوني حاجه كده. بسيوني؟ بسيوني حاجه كده بسيوني. يبقى انت جبت اسمه الثلاثي وحبيته، وان شاء الله هيتحط في الموسوعه بتاعه طارق كابو. اوعدك الدنيا حلوه. تعالى نلعب كوتشينه على المشاريب. لا اعتبر نفسك كسبت، هروح اجيب انا المشاريب. يا في ايه؟ ولد بصحيح يا ربنا. يا صباح اللي بتغني سندوتشين ودي حاجه ساقعه. لا 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 لا
حبيبتي دايما البدايه عندك. بالهنا والشفتاشي. اقول لك حاجه؟ مش متفائل. اهدى انت بس. مش تحاسب؟ انا برضو اللي حاسب؟ لا انا. لا انا بوتاجاز معدي، ما تهدي، في ايه؟ انا بحذرك. طب وحياه ابوك بلاش الصباع ده. هتندم. بنفس الصباع؟ بنفس الصباع؟ ما تهدي، تختلف دماغك من الصبح؟ يلا، كده احلى. الله الله الله. سخنة. ايه يا عم مش تحاسب؟ برتقان ومانجا وخيار. بس انت اكيد ما تقصدش. وعامل لي فيها برم، في برم يقع الوقعه دي. والنبي يا اخويا وحد ابوك ما تبقاش تلمس الحاجه اللي مش بتاعتك. انت تقصد القصه يعني؟ انا كنت بعجلها لها عشان وشها ما كانش باين، وبعدين شايفك متنرفز قوي. يا عم دي قصه. قصه. فضيحة. شلني. عادي يا شيخ.